وبما اننا بنتكلم عن كل اللي ساعد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وجمهوره للتواجد بهذا الشكل ان شاء الله اللي هيبقى يوم 1 ابريل، فانا بشكر مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وعشره، بشكر وزاره الداخليه، بشكرهم على هذا المجهود الكبير جدا جدا، بشكر شركه تذكرتي على مجهودها الكبير جدا جدا في ان هي توفر ال 50,000 تذكره في عدد قليل جدا من الساعات، عرفنا ان كل التذاكر سولد اوت زي ما هم كتبوا، ايضا بشكر شركه استادات والحقيقه التنظيم الرائع مع لجنه تنظيم المباريات والجماهير اللي خاصه بالنادي الاهلي، واللي عامله برضو مجهود كبير جدا جدا. كل الناس بتتضافر دلوقتي على شيء واحد فقط، وهو ان شاء الله ان تنتهي هذه المباراه بافضل شيء وتاهل النادي الاهلي وافضل شكل لجمهور النادي الاهلي. وحسنا فعلت الحقيقه كل الاجهزه الخاصه بهذا الامر، لانه ان شاء الله ان شاء الله جمهور النادي الاهلي اختيارهم لهذه المباراه واختيارهم لجمهور النادي الاهلي تحديدا ان شاء الله يوم 1 ابريل، جمهور النادي الاهلي هيقول للمصر كلها وهيقول للافريقيا كلها وهيقول للعالم العربي كله قد ايه ان احنا جمهور متحضر، قد ايه ان احنا عايزين نبقى في المدرجات 50 و60 و70 و100 ألف لو ينفع كمان. دي مش اول مره لجمهور النادي الاهلي يا كابتن، احنا العادي بتاعنا ان جمهور النادي الاهلي مالي الاستاد بيبقى بال 90,000 متفرج وال 100,000 متفرج قبل كده كمان. جمهور النادي الاهلي العادي بتاعه ان هو المساهم الاول في تاهل النادي الاهلي، اللاعب رقم واحد دايما. جمهور النادي الاهلي ما افتكرش ان حصلت مشكله في مره من المرات صدرت من جمهور النادي الاهلي.